غادي نديرو صور على هاد المباشر هذا. الصوت يدز. اذا مساء الخير، مرحبا لكم المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في. من خلال هذا المباشر حنا تتواجدوا على مستوى النفوذ الترابي لمقاطعه الازدهار، وللاسف يعني مجموعه ديال الساكنه تقدموا بشكايه بسبب يعني محل لكمال الاجسام كما تنقولوا لاصال ديال الحديد اللي قدات المضجع ديال هاد الساكنه. ما بقاتش يعيشوا الراحه، ما بقاتش يعيشوا الساكنه، ما بقاتش يعني تلقوا نفوسهم انه دائما في الضوضاء والصداع يعني يعني كما تنقولوا انه ما بقاش الامور يعني هذاك الهدوء وهذاك الراحه البال، لان تشوفوا ربما انكم تسمعوا الان الصوت ديال الحي يعني تبرهن بانه الناس يعني طبيعيين، الناس تبغوا السكينه والراحه بشكل كبير. حنا معنا الان فهاد البث المباشر حقوقي عن مدينه مراكش، لهذه قربنا من الخطوات اللي قامت بها الساكنه من خلال تقديم شكايه، ولماذا لم تتحرك السلطات من اجل يعني غلق هذا المحل ديال كمال الاجسام. استاذ تفضل، مرحبا بك معنا في هذا المباشر الان. اهلا وسهلا، تحيه حقوقيه للمتابعين. معكم الاستاذ عبد السلام ابو عام، رئيس المنتدى المغربي لحقوق الانسان بمدينه مراكش. اولا اشكر يعني قناه شوف تي في يعني المجهودات الجباره، وهذا ما عيدناه فيها هذه القناه اللي تقوم يعني بالتغطيه الاعلاميه لقضايا المواطنين. حنا تنتواجدوا هنا في حي الشرف في واحد الملف هو يعني في الجوهر ديالو او في العمق ديالو ملف ثقيل، لانه يسلب حق من حقوق يعني السلامه او البيئه يعني البيئه السليمه. كاين هنا واحد القاعه رياضيه يعني في محل معد للسكن، وصاحب لا هو محل معد للسكن ديال السكنه، مستحيل يتعطى فيه ترخيص، وهو اللي الان حنا وقفنا عليه وتابعناه من خلال يعني المتابعه ديالنا لهذا الموضوع هذا او لهذا الملف هذا، ومن خلال المراسله ديالنا كحقوقيين كمنتدى مغربي لحقوق الانسان يعني للسلطات المحليه وللسلطات المنتخبه، وكما جاء يعني على لسان المتضررين هنا بحي الشرف، يعني تبت بان وحسب كذلك يعني تقارير لجنه الشرطه الاداريه اللي خرجت يعني في اربع مناسبات، ويعني حتى هي غادي نرجعوا لها في موضوع ديال سميتو الشرطه الاداريه، غادي نرجعوا لها كذلك لانه فيها الغيابات العناصر تتمثل هذه اللجنه ديال الشرطه الاداريه. على كل كاينه قاعه رياضيه ديال البوكس. انا واحد النداء بغيت نوجهه لجميع المسؤولين هنا بمدينه مراكش، يعني تنطلب هذوك المسؤولين يجيو ويسكنوا في هذا المحل ديال هاد الناس هادو مساكن اللي اياه كما كان هذا النوع المسؤول في مراكش كما بيكون نوعه، سواء منتخب او غير منتخب او مسؤول اداري، يجي يقعد هو اللي سمحات ليه نفسه مع وليداته يعني يعيش في هذيك الظروف ديال الازعاج وديال الترويع وديال فقدان راحه البال والى غير ذلك من اجمع الشروط اللي حنا تندافع الحمايه ديالها، حمايه يعني حقوق الانسان في مجال يعني البيئه السليمه والامن والامان الى غير ذلك. الا شي اي مسؤول سمحات ليه نفسه باش يعيش في هذه الظروف هذه فنعم، ما غادي نقولوا حتى شي حاجه. حنا رجعوا الان حنا المساطر اللي خدناها، حنا كمنتدى مغربي لحقوق الانسان خدنا جميع المساطر، كتبنا رئاسه مجلس مقاطعه قليز، كتبنا السلطات المحليه هنا بملحقه الاداريه الازدهار، خرجت اللجان لجنه الشرطه الاداريه ودرت لها عبد ربي درت لها زياره شخصيه للمسؤولات ديال الشرطه الاداريه واتت لي بدلوها في الموضوع. وثبت يعني من خلال هذا العمل كله يعني التدخل اللي دخلنا به، ثبت بانه صاحب هذا المحل، ما تنقولش انايا صاحب القاعه الرياضيه انه محل معد السكنه اللي داروا تحول للقاعه الرياضيه، ثبت بانه ما عنده ترخيص، ما عنده حتى شي وثيقه رسميه او مرجع رسمي يثبت ويسمح له بمزاوله اي نشاط رياضي. كل ما هنالك وانا ما يثبت بانه كاين واحد الشخص يعني قيل لنا وعدنا احنا ما يثبت كذلك، الا دعت الضروره في اي مساله احنا مستعدين نقدموها، عندنا الاثبات ديالنا. قيل بان هناك شخص يعني بمرتبه نائب رئيس مجلس مقاطعه قليز بلا ما نذكر الاسم ديالو، هو الشخص النافذ في هذا الملف هذا،
وحنا عارفنا وعندنا ما يثبت، وحنا مستعدين كمدير المغرب حقوق الانسان نعطيو ما يثبت في ذلك في هذا الموضوع هذا. اذا حنايا تنوجه النداء ديالنا من هذا البث المباشر سلطات المحله باش يعني تفعل قرار الاغلاق. انا احنا ما فهمناش كحقوقيين تنطبقوا القانون، احنا في دوله الحق القانون، ومع العلم بانه كاين هناك لوبيات اللي تبغي يستافدوا من الثغرات القانونيه، غادي نسميو لوبيات يعني ديال الشطط في السلطه، غادي نسميو لوبيات ديال النفوذ، نقدروا نسميو لوبيات يعني الفساد الى غير ذلك، وهما ضد يعني اللي غاديه به الدوله، ضد يعني دوله الحق والقانون. حنا في دوله الحق والقانون وبغينا هذا القانون هذا يعني تمرس على جميع المواطنين. يعني ما يزيد اربع شهور هذه، اربع شهور خمس شهور هذه، وحنا في هذا الموضوع هذا شي خمس شهور هذه، وحنا في هذا الموضوع هذا، وباقي دائما حنا كما تنقولوا بين المد والجزر، سير واجي اسميتو. خرجت اللجان كما قلت، خرجت اللجان تاع الشرطه الاداريه، وما استطاعتش يعني السلطات المحليه والسلطات المنتخبه ما استطاعت يعني تحرر واحد القرار ديال الاغلاق، مع العلم بانه تنعرفوا اي مواطن قام يعني بفتح نشاط تجاري او مهني او حرف الى غير ذلك خارج القانون تطبق عليه القانون، فيه رمشه عين دغيا السلطات المحليه النفوذ التراب ديالها تدخل وتدير الاغلاق. في الحاله الاخرى تقدر تمشي المسائل الى ما يعني في القضاء، وعنده العقوبات ديالو، الغرامه والجنحه والاعتقال الى غير ذلك. هذا طرح اخر. حنا الان تنشوفوا بانه هذا السيد هذا اللي فتح هذه القاعه الرياضيه وديال الازعاج وديال الترويع للمواطنين هنايا ومكرفسين الناس ما تينعسوش بالليل ما حتى شي حاجه. انا دروك جيت عند المتضرره، احد المتضررين هنايا، دخلت عندهم الدار هنايا، انا الان سجلت بالهاتف ديالي شهاده الصوت الضربات ديال الملاكمه وسط الدار، ها هو عندي في الهاتف ومسجل بالتاريخ ديالي، هي دروك في هذه اللحظه قبل ما نديروا هذا البث المباشر دخلت وسجلت مباشره. كاين الازعاج وكاين الترويع وكاين الصوت، واحد الاصوات رهيبه كاينه في لا انا من الداخل ديال من المنزل وصورته راه عندي في الهاتف ديالي. الا كانت شي مساءله ولا شي حاجه انا مستعد باش نقدمها يعني للجهات المسؤوله، ما عندي حتى شي مشكل. اذا باش حنايا مواطن تيقدم شكايه وتيقدم ملتمس، يقدم ملتمس باش رفع الضرر وما تيتلباش ليه حتى الملتمس، اش تيبقى للانسان؟ يبقى الانسان غادي ياخذ مصادر اخرى. وحنا صدرنا بيان لانه حنا مشينا بالطرق القانونيه والطرق اللي تيخولها القانون المسموح بها حنا تنعملوا بها كحقوقيين مشينا بها، ولكن فاش شفنا بانه المساله ما غاديش مزيان، المساله فيها شويه ديال بين قوسين بانت لنا تنقدروا نقراوها وهذا من حقنا نقراوها، هناك عنصر نافذ مؤثر على هذا الملف ما خلاش القرار يدوز، ما خلاش اسميت. وانا راه مشيت برجليا شخصيا كما قلت، مشيت شخصيا امشيت المجلس مقاطعه قليز وما لقيت حتى شي رد. فلهذا خصنا نشوفوا يعني احنا في دوله الحق والقانون، وباش نقطعوا مع اللوبيات ديال الشطط في السلطه واللوبيات ديال النفوذ واللوبيات لغير ذلك، خصنا حنايا نقطعوا معاهم، وحنا مع دوله الحق والقانون. ومن هذا المنبر هذا تنقول للمواطنين، اي مواطن عنده شي مشكل عنده شي قضيه، راه كاين المؤسسات تاع الدوله فتح الباب ديالها، ما نخافوش ما نتراجعوش ما حتى شي حاجه. عندي شي مشكل عندي شي قضيه تظلم ومثله لغير ذلك، نمشي يعني كاين المؤسسات القضائيه مفتوحه، السيد وكيل الملك فتح الباب ديالو، السيد الوكيل العام فتح النواب، السيد الوكيل الملك فتح البيبان ديالهم وتيستقبلوا المواطنين وقدموا الشكايه ديالكم ورفعوا التظلم ديالكم، حيت كاين واحد اللوبيات ما بغاوش المسار الديمقراطي يمشي في البلاد كما ينبغي، ما بغاوش مؤسسات دوله الحق والقانون تيستافدوا منها وتيفتوا الثغرات القانونيه. حنا تنامنوا بانه كاين ثغرات قانونيه من خلال حنا في هذا الملف لاحظنا بانه تجي واحد لجنة الشرطه الاداريه تيقول لك راه واحد العنصر ما حضرش في اللجنه، اللجنه ما خصهاش تجي تكون ناقصه، هذه ثغره، هذه ثغره في القانون، هذه تاع واحد العنصر ما جاش ولا راه ما عندناش استدعاء من عند السلطه المحليه ديال هنا التراب ديال الازدهار، ما عندناش واحد الاستدعاء من السلطات المحليه باش نمشي حنا نحضروا ولا شي حاجه، باقي ما تلقينا بالاستدعاء. هادو تسمى ثغرات، يعني ربما تيكون واحد الشخص فيهم يعني دا ضالع في هذه المساله هذه وباش يعطل شويه القرار ديال الاغلاق، والوقف تيتعطل القرار ديال الاغلاق راه تتفاقم على الوضعيه ديال الضرر ديال المشتكين وديال المتضررين. فهذه الحاله هذه خصنا نحدوا منها، والقانون يعلى ولا يعلى عليه،
يعني احنا مغاربه سواسيه امام القانون، والدستور يضمن الحقوق ويضمن يعني حقوق التقاضي كذلك. دستور 2011 هو دستور يعني جاء بجميع القيم الانسانيه والديمقراطيه والحقوقيه، وكاين بعض الجهات وبعض اللوبيات ولا زدت اقولها يعني متكارهين هذا المسار اللي غادي فيه البلاد الان ديال دول الحق والقانون. ما بغاوش لو تيسد عليهم، تيسد عليهم الباب ديال الارتجال، تيسد عليهم باب الفساد، تيسد عليهم الاغتناء الفاحش الى غير ذلك من ابواب يعني يعني الفاسده اللي خلات يعني المواطنين يعني تيعيشوا واحد الياس يعني في المنظومه يعني الاداريه بشكل عام. ونتمنى ان شاء الله هذا سميتو هذا الفرد المباشر، نتمنى ان شاء الله يعني السلطات المحليه ومع السلطات المنتخبه تكون عندهم واحد شويه ديال الغيره على المواطنين ويعتقوا هاد الناس من هذا الضرر هذا ومن هذا الاجحاف. راه ما يمكنش انا تنعس مع وليداتي بخير وعلى خير ومتضررين هنايا مساكن 12 11 الليل وهما في الانزعاج وفي الترويع وفاقدين مساكن الطمأنينه وفاقدين راحه البال. شكرا لك استاذ عنا اللي صلوات بحال طبيعه الحال. خليك تبقى معنا عافاك. غادي كما تبعتوا معنا كنا مع رئيسك رئيس المنتدى الوطني حقوق ياك؟ المنتدى المغربي. المنتدى المغربي لحقوق الانسان. يعني كنا مع الاستاذ اللي الان اللي كان تيتكلم بطبيعه الحال بخصوص يعني احنا مستوى مقاطعه الازدهار يعني للاسف هذا المحل للاكمال الاجسام يعني اللي كان داروا هاد الناس هذه مجموعه ديال المراسلات باش انه يتم ترتيب الاجراءات القانونيه وخروج الشركه باش انه تاخذ جميع الامور اللازمه. ولكن للاسف يعني الحدود الساعه تيشوفوا بانه باقي يعني هذا المحل يمارس النشاط ديالو. فنتمنى انه الرساله تكون وصلت لكل مسؤول. وقال نشكركم وشكرا لكم الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.